مرحبا بكم في قناة كارمين جوليا قارئة التارو والكوتشينة. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشارات اللايفات اللي بنعملها للإجابة مجانا على أسئلتكم. فمرحبا بكم معنا النهاردة وتحت إلحاح عديد من المشتركين، وخصوصا مشتركين القدامى اللي كانوا معنا في القناة التي سرقت منا. سنلبي لكم طلبكم في عمل فيديو فيما يخص ما القادم لكم عاطفيا في الثلاث أشهر القادمة إن شاء الله. حيكون الاختيار أو الاختيار حسب المسبحة البيضة دي، أو حسب أول حرف من اسمكم، ياء ثاء ميم باء دال كاف واو راء وفاء وحاء، أو كروت رايدر وايت. يعني عندكم ثلاث طرق من الاختيارات. الاختيار الثاني الحجر العقيق الأزرق ده عشان تشوفوا أحسن، أو كروت فاندو سيكل كيبر، أو أول حرف من اسمكم هاء ألف صاد زاد ط جيم دال شين ولام. اختيار ثالث المسبحة الخضراء دي، كروت لغة كلوجي، أو أول حرف من اسمكم قاف سين عين تاء نون خاء ضاد غين ونون وضاد عفوا. نحط الاختيارين على حدة كما عودناكم وكما تسمعوها كل مرة كل الفيديوهات. يلا نحط الاختيار الثاني هنا. دي الكتب اللي جابوها لي عشان نعمل لكم قراءة الفيديو بين قوسين اللي بتطلبوها دايما فيما يخص الكارما، هعملها بعدين إن شاء الله. الاختيار الأول أصحاب المسبحة البيضاء الأحرف دي، هناخد نصيحة، يعني هنشوف إيه هيقول لك، إيه هو اللي عاوز يقوله لك ملاكك الحارس. يلا لابوتي الجمال. Le phonographe, si on de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. والكارت ده بيقول لابوتي، يعني رسالة يعني ملاكك الحارس بيقول ايه هنا؟ انتم اصحاب الاختيار الاول عندكم طاقة روحانية كبيرة جدا، عندكم انتم ناس معطاء، يعني بتحبوا من كل قلبكم من كل جوارحكم من كل احاسيسكم. فالمرة دي بيقول لكم يعني ملاكك الحارس، حاولوا المرة دي إذا أخطأتم في العلاقات الماضية وتألمتم، حاولوا يعني تاخدوا منها دروس، والمرة دي قبل ما تسمعوا قلبكم بيقول لكم إيه، اسمعوا عقلكم بيقول لكم إيه، وكمان خدوا رأي المقربين ليكم إذا كان عندكم صديقة أو صديق مقرب أو أخت أو أخ أو أم أو أب أو أحد من العيلة أنت بتثق فيه أو أنت بتثقين فيها. حاولي تاخدي رأيهم زي ما يقول الكارت هنا، إيكوت أفي إي كونساي، اسمع آراء و يعني آراء و زي ما لي كونساي يعني النصائح الكويسة عشان تلقى نفسك من درو جديد وترجع زي ما كنت انت من قبل، انسان كويس، وتدي العطاء ده والحنان ده والحب ده للناس اللي بيستاهلوه، لانك انت او انت ناس مخلصين وعندكم عطاء وحب وحنين وعندكم افتقاد للحاجه دي، فعاوزين تدوا ويعطوا لكم نفس الاحساس ونفس الحب. دي رساله ملاكك الحارس. نبدأ دلوقتي هنشوف الكروت هتقول لنا ايه عنكم. يلا نتجسس عليكم ما القادم عاطفيا لأصحاب القراءة دي الأولى، أصحاب اختيار المسبحة أو أول حرف من اسمكم. هنقيس أولا درجة حرارة الحياة بتاعكم حاليا. نشوف الكروت كده. غالبا الناس اللي بيتفرج الفيديو ده انتم مطلقين، اتطلقتم، والبعض منكم يستنى رجوع الطليق اذا كان الطليق عاوز يرجع ولا لا. اتطلقتم
وعاوزين تعرفوا إذا كان فيه رجوع للطليق، حتى المرتبطين يعني اللي يعني اللي هم منفصلين، عفوا اللي هم منفصلين، و يعني عاوزين يعرفوا ايه اللي جاي قدامهم. طاقتكم الحالية انتم دلوقتي في حالة انتظار حد من الماضي يرجع لكم، مش قادرين تفكروا، يعني مش قادرين تعملوا انكم هتقدروا يعني تتقبلوا اي حد يتقدم لكم، قاعدين في مكانكم مش قادرين، ما عندكمش ثقه في نفسكم على انكم هتقدروا يعني تدوا ثقه في اي حد هيدخل تاني في حياتكم. ليه؟ لانكم انتم دلوقتي بعد معظمكم لم تعملوا بعد تشافي، يعني تشافي من الانسان اللي تركم وسابكم وراح كده لوحدكم، يعني وخلى وراه كل الالم ده. غالبا انتم عانيتم من علاقة ثلاثية لبعض منكم، دي كدر يعني درجة حرارة الطاقة بتاعتكم. هنشوف دلوقتي حسب الأسئلة من هو القادم في حياتكم يعني في الثلاث أشهر القادمة إن شاء الله. ما تسيبوني أخلط الكروت يا ناس، ما تسيبوني أخلط الكروت. مستعجلين على إيه؟ مستعجلين على إيه يا ستات؟ شوفوا كده، شوفوا كده، الستات هم اللي مستعجلين. ليه الاستعجال ده كله؟ استنوا بشويش عليا. يلا هنا اول ثلاث كروت هنعملها كده وكده احسن عشان نفهم الكروت عاوزه تقول لنا ايه. الكارت ده هنا، الكارت ده هنا كده احسن عشان نفهم حكاية الكروت اللي سقطت دي. هتفهموا لوحديكم يعني. كده جت الكروت لوحديها بدون ما اطرح اسئلة ولا اتعب نفسي. ايه الطاقة اللي عندكم يا اختشوا يا بنات؟ اختشوا. بهزر يعني بين قوسين، المشتركين بتوعي بيفهموا اني يعرفوني بهزر كتير معاهم. الحكاية هنا واضحة زي ما قلنا في يعني في الطاقة العامة بتاعتكم. هنا انتم هحاول اطفئ الضوء عشان فيه انعكاس الضوء تقريبا على الكروت، مش شايفين حاجة انتم، عارفة. انتم هنا في حالة انتظار رجوع حد من الماضي، الحد ده مش عاوز يعمل خطوة من ناحيتكم، رافض انه يرجع. انتم في حالة انتظار، اتأذيتوا كتير في العلاقة دي رغم انكم يعني تتميزون بصفات جميلة وروح كويسة زي ما وصفكم ملككم الحارس، او ايوة ملككم الحارس. انتم ناس طيبين، عندكم طيبة كبيرة، عندكم رهيفين بالاحساس، عاطفيين، بتحبوا الرومانسية، عندكم شكل جميل للستات، عندك انوثة جذابة، جسم جميل ووش جميل ونظرات جميلة، عندك أخلاق جميلة وكل حاجة، يعني زي ما نشوف النور اللي خارج من الوردة دي والقلب والتاج ده اللي فوقها، يعني ألف واحد يتمناك، أو إذا كنت أنت رجل ألف واحدة تتمناك. فمن كتر يعني الانتظار اللي طال ده لرجوع الإنسان ده، لأنكم عندكم حب فياض للإنسان ده اللي ترككم في الماضي، فأنتم ما عملتمش تشافي بعد للانفصال ده. البعض عندكم سنتين من الانفصال، البعض سنة، البعض 9 أشهر، والبعض يعني شهر أو 3 أشهر أو 4 أشهر كده كحد أدنى، وسنتين كحد أقصى. مللتم الانتظار، من جهة بتستنوا حد جديد يدخل في حياتكم، بس في نفس الوقت ما قدرتوش يعني ما قدرتوش إنكم يعني تقطعوا الصلة بالصلة الانتظار دي للإنسان ده اللي انتوا بتحبوه وهو ابتعد عنكم ربما بدون ما انه يدي اي سبب للانفصال ده. ده للبعض منكم، غالبا البعض منكم يعني زعني انتم كتير قراءة عامة بالطبع. انتم مطلقين، البعض لا مش مطلقين، بس كنتم في علاقة اون اوف، فانتم كرهتم العلاقة دي ودلوقتي مش عارفين تنتظروا ولا لا، ولا يعني تتقبلوا حد تاني. بس في طريقكم انسان يعني جاد جدا، جاد جدا 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 زي ما يقولوا. شوفوا هنا
الإنسان ده برج مائي أو برج ترابي، فيه مائي ترابي هوائي. ناري ما ظنش، يعني انتم كتير مش انسان واحد هيخطبكم كلكم، انتوا هنا يا ستات ويا رجاله، ولا يعني ست واحده هتدخل حياتكم وانتوا كلكم هي نفسها، لا، فيه البعض هتدخل حياته، هيدخل حياتها رجل برجه برج مائي، غالبا هيكون بعيد في المسافه، مش من يعني من بلد اخر، لا، انت في مدينه وهو في مدينه، انت في محافظه وهو في محافظه اخرى، حسب يعني البلدان اللي بيتفرجوا على الفيديو. الانسان ده انسان بشوش مرح، عنده شعره مش اسود بس مايل للبني، مش اصفر بس مايل للبني عسلي كده، متوسط القامه، غالبا شغله يشتغل يا اما في الحكومه كعسكري شرطي، او عنده هبه يعني مدير شركه، مسؤول في جناح مخصص في اي شركه ما، او رئيس مصلحه او حاجه زي كده، فعنده محكمه في ايده زي ما نقول احنا، او بيشتغل يعني حتى في المحكمه او في البريد او حاجه حكوميه كده. غالبا الانسان ده بتشوف يعني لما هتعرفيه اذا كان هو ولا لا، هو انيق، ربنا اداله اناقه من عنده، عنده اناقه من عند ربنا. هتشوفيه إنسان وسيم بشوش بيبتسم، بيحب يساعد الناس، غالبا يكون برجه برج الحوت أو برج الحوت، برج الدلو، برج الجوزاء غالبا، كمان فيه برج الثور، برج العذراء، برج الجدي كمان، دي الأبراج اللي ظهرت هنا. هتتلاقوا فين؟ هتتلاقوا في يعني مكان عمومي غالبا زي ما نشوف هنا. والإنسان ده يعني لما هيتقدم لك بحبه هيكون عاوز يعني يرسم علاقته مباشرة، مش هيطول ويرسم علاقته معاكي، أو مش هتطول وتطلب منك إنك أنت ترسم علاقتك معها، بما إن يعني الفيديو ده بيشوفه رجالة وستات. شوفوا يعني العلاقة مع الإنسان ده، اللي الإنسان اللي بتستنوه ما فيش رجوع للأسف. هنا الإنسان اللي داخل حياتكم في الثلاث أشهر القادمة هو إنسان كويس مقتدر ماليا، وحيغير لكم حياتكم من إلى الأحسن من اللي كنتوا عليه هنا، من إنسان حزينة زي ما نشوف الست دي إلى إنسانة يعني بشوشة فرحة، تسترجعون شبابكم وجمالكم وأناقتكم، وحيعوض لكم كل الحاجات اللي خسرتوها من قبل، وحيغمركم بالحنان بالحنان يعني والحب اللي انتم محتاجين له. والإنسان ده يعني مش هيخليكم تحتاجوا أي حاجة، هيغمركم بالهدايا، بالكلمات الطيبة، بالمعاشرة الطيبة، وحيرسم علاقته مباشرة معاكم زي ما قلت لكم، مش هيطول عشان يرسم علاقته معاكم. يا سبحان الله، الأوراق سقطت لوحديها والحكاية مرسومة قدامكم. احنا قلنا رسالة الملائكة، يعني رسالة ملاكك الحارس واضحة كمان، نعيدها للناس اللي ما فهموهاش. لابوتي، انتم ناس مخلصين، ناس عندكم جمال داخلي، عندكم روحانيات عالية واتصالكم مع ربنا كويس، انتم بحد ذاتكم مفيش مكان ما تدخلوهوش وما يتعمرش كده بالناس. غالبا ربما جربتم نفسكم لما تدخلوا اي محل يكون فارغ من الزبائن، تدخلوا انتم ويدخلوا الزبائن وراكم، فمفيش حد يعني لما تمشوا في الطريق مفيش حد ما يبصلكمش، يعني انسان رجل امرأة طفل صغير، كل الناس بتبصلكم، عندكم ميزة يعني اديها لكم ربنا، زي الملوك لما تمشوا في الطريق كل الناس نظرتهم عليكم. فانتم عانيتم من علاقة سابقة زي ما شفنا هنا، وانتم عملتوش تشافي منها، والكارت هنا بيقول لكم حارسكم مالككم الحارس، خدوا نصائح واسمعوا لعقلكم بيقول لكم ايه، ما تسمعوش لقلبكم، اسمعوا لنصائح الاحد المقربين عشان تقدروا تعرفوا نفسكم انتم عاوزين ايه، والى فين عاوزين توصلوا، ومع مين عاوزين توصلوا ان شاء الله.
يعني دول العزاب يعني منفصلين مطلقين وأرامل. العزاب مش معناها يعني لم تتز عمرها ما تجوزت، يعني مش مرتبطة بالعذرية. لما في الفيديوهات بتوعي أنا بتكلم على قناتي، لما أقول العزاب، العزاب تشمل العزاب اللي عمرهم ما تجوزوا، العزاب اللي العزاب يعني معناها ما عندكيش علاقة مع أي حد، سواء كنت مطلقة أو أرملة، ما عندكيش علاقة مع أي رجل، تعتبرين عزباء، يعني زي ما يقول بالفرنساوي سيليباتير. مبروك عليكم إن شاء الله. ونتنقل دلوقتي للاختيار الثاني ونشوف ما القادم في حياتهم مستقبلا. إن شاء الله هتكون حاجة كويسة زي أصحاب الاختيار الأول. مبروك عليكم. فما تنسوناش يا جماعة الخير بالاشتراك في القناة كدعم لينا، لأن القناة بتاعنا الرئيسية قد سرقت، وأشكركم مسبقا. نروح لأصحاب الاختيار الثاني، أصحاب الحجر العقيق ده الأزرق. هشغل الضوء لأن الكروت دي مش هيكون فيها انعكاس. أيوة، الحجر الأزرق يعني الحجر العقيق الكريم ده الأزرق، أو أصحاب الأحرف دي، هاء ألف صاد زاد طاء جيم ذال وشين ولام. هنشوف أولا نصيحة ملاكك الحارس، عاوز ينصحك بإيه قبل ما نشوف إيه هي الحاجة اللي جاية لك في الطريق. يلا ناخد كارت من هنا وناخد كارت من هنا. أهو انقلب لوحده. النصيحة الأولى بتقول كارت الساحر ماغلا، الساحر ماغلا لو ماجيسيان ماغلا بيقولوا له بالفرنساوي، مش لو سورسي سي لو ماجيسيان، يعني ساحر طيب بيساعد الناس على تحقيق أمانيهم الطيبة، يعني في معتقدات الأوروبيين. الكارت هنا بيقول ماغلا دوي ديفا سافون دو فيفون دي لوا دو ليكيليبر دو نوتر تير. يا ميرلا، يعني ايها المغل، يعني ايها الساحر الطيب ميرلا، عالم الاحياء وعالم قوانين التوازن على الارض بتاعنا. انسيني موا ليسونس دون لا ماتيير، علمني لب الموضوع او لب اي موضوع بيكون قدامي او لب اي حاجه تكون في عندي عشان استغلها. Montre-moi l'étude pour extraire la connaissance et l'expérience. علمني الدراسة عشان أعرف إني أستخرج منها العلوم والمعرفة والتجارب. يعني ملكك الحارس بيقول لكم إيه؟ حاولوا إنكم تاخدوا من الدروس اللي أخدتوها في الماضي درس، من المشاكل اللي حصلت لكم في حياتكم في الماضي درس. حتى ولو ما حصلت لكمش حاجة، البعض يقول لي لا أنا عمري ما خرجت مع أي رجل، ما كانتش عندي أي علاقة مع أي رجل والحاجات دي. فهنا بيقول لك إيه، حتى ما عندكش علاقة في الماضي، ما عملتش أي علاقة في الماضي، فأنت سمعت بحكايات، اتفرجت على أفلام وشفت حكايات ومسلسلات وحاجات زي كده، أخدت منها دروس. فالأفلام دي يعني بيعملوها عشان تاخدوا عبرة، تاخدوا درس من الحياة. كارت المغلان ده بيقول لكم إيه، خدوا من أي معرفة من أي معرفة ومن أي حاجة عشرتموها أو عشتموها درس يساعدكم على أنكم يعني تمشوا في حياتكم بأسس وقواعد متينة. اللي أكدوا الكارت ده الثاني اللي يقول لابوي يعني الاتكاء، اتكلوا على ربنا وكونوا أقوياء وشجعان، ما تفكروش بقلبكم فكروا بعقلكم، وكمان شوفوا للعقيدة بتاعتكم، لأن هنا لابوي الاتكاء، كلنا نتكئ على ربنا سبحانه وتعالى سواء كنا مسلمين مسيحيين أو من ديانة أخرى، فنحن نعبد كلنا إله واحد. فالاتكاء الأول يكون على ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان لو نصل النصيحة دي مع النصيحة دي هنقدر نصل إلى الكارت ده اللي بيقول لي بليزير يعني الرغبات. لو عملتم بالنصائح دول هتقدروا تتحصلوا على كل الرغبات اللي انتم عاوزينها في المجال العاطفي.
انكم تتلاقوا مع انسان يستحقكم، وانكم تدوا الحب ويدوا لكم الحب، وتتحبوا وتحبوا وتحبوا عفوا، تحترموا ويحترموكم. لو احترمتم انتم القواعد دي اللي قالها يعني بينصحكم بها ملاككم الحارس. اوكي، اخذنا نصيحة الملاك. هناخد دلوقتي الكروت ونشوف ما القادم لكم عاطفيا مستقبلا في 3 أشهر القادمة دي. يلا، كارت أول، مطلقين. ما هذا يا هذا؟ كيف أنت وكيف هما؟ نفس الحكاية بتاعت يعني الاختيار الأول. لا، كروت جميلة. معظم اللي بيشاهدوا الفيديو ده، شوفوا هنا عشان ما ناخدش الأوراق كده، شوفوا هنا، تسعين بالمية كنتم متجوزين واتطلقتم، وقفتم قدام القاضي وانتم عايشين يعني مع اهلكم دلوقتي. الحمد لله، يعني البعض منكم كل واحد وطريقة المعيشة في وسط العيلة بتاعته حسب التقاليد والعادات والبلد اللي انتم فيها، يعني تختلف طريقة المعيشة مع الاهل في كل بلد عربي. فمثلا في الجزائر بعض يعني العائلات، يعني تقريبا كل العرب لما الست بتتطلق بينظر لها بمنظر يعني مش كويس. فغالبا حتى ولو كنتم يعني مستديرين بعائلة كويسة وبيحترموكم ويعني مدين لكم الحنان والمساعدة وكل حاجة، بس يعني انتم مش حاسين نفسكم كويسين، مقهورين من الداخل وخايفين على انكم مش ما تقدروش تتجوزوا مرة تانية لانكم اتجوزتم واتطلقتم وغالبا عندكم اطفال. غالبا انتم هنا متطلقين وتستنوا حد من الماضي يرجع لكم، يعني ان الطليق يرجع لكم. غالبا عندك ابن او طفلة صغيرة السن وانت عايشة عند اهلك، ودلوقتي عاوزة تستني، يعني انت تستني يا اما انت في صدد الطلاق يا اما انت متجوزتي واتطلقتي. غالبا انت كمان اذا كنت متجوز ويعني وصدد الطلاق او طلقت، عاوز تعرف يعني ربما اذا كانت طليقتك بتفكر فيك، او عاوز يعني تشوف اذا كان حد تاني حيدخل حياتك ولا لا. فغالبا هنا في طاقه الناس مطلقه، يعني او فقدتي زوجك اتوفى للارامل. فأنا لما أقول العزاب يعني العزاب تضمن، ما تضمنش العذرية، لا، تضمن العزاب اللي ما فيش حد في حياتهم العاطفية، سواء أن عمرك ما تجوزتي أو مطلقة أو أرملة، أنتم الثلاثة عزاب. غالبا كمان هنا اللي هم مش مطلقين وما تجوزوش، كنتم في علاقة غرامية، غالبا الإنسان ده وعدك بالجواز بعدين انسحب، أو خطب والبعض الآخر خطب بس بعدين انسحب، وانتم دلوقتي عاوزين تعرفوا اذا كان الانسان ده هيرجع لكم، هو اللي جاي لكم في الطريق او انسان اخر. البعض منكم في كارما هترجع على الانسان ده اللي سابكم وراح، سواء كنتم مطلقين او غير مطلقين، في كارما للبعض منكم هترجع على الانسان ده. باد هيلث، يعني صحة غير كويسة، زي ما شايفين الممرضة واقفة على الانسان ده المريض. فالإنسان ده يعني هترجع عليه الكارما، ودلوقتي هو في صدد، يعني وخاصة إحنا في أوقات عيد الحب، يعني هو دلوقتي كل حاجة بتفكروا بالعلاقة بتاعتكم، هو في حالة استرجاع بعض الذكريات المؤلمة واللي فهم فيها إنه ظلمكم كتير. البعض منكم هيحاول الاتصال بيكم، بيفكر انه يتصل بيكم، بس للأسف يعني حاليا مش هيقدر، مش هيعمل اي خطوة حاليا في 3 أشهر دي، لان قراءة الطاقة دي، طاقة القراءة دي طاقتها 3 أشهر من وقت ما رأيتم الفيديو ده. هيدخل حياتكم انت او انت، يعني هتدخل حياتكم للرجالة، هتدخل عليكم في حياتكم ست متوسطة السن،
من 18 مش 18 من 23 عفوا من 27 سنة إلى 31 سنة. الست دي غالبا ما بتشتغلش، قاعدة في البيت، ربما حتشوفوها لما تكون رايحة تزور أحد من الأهالي أو لما تكون رايحة تزور حد في المستشفى، مريض حتتلاقوا في المستشفى أو في محل يعني بيقولوا بتاع تحاليل الدم دي أو الأشعة أو حاجة زي كده، أو في حديقة يعني. غالبا هتتلاقي او هتتلاقى انت يعني عندكم نفس الوضعيه، هتتلاقي مع الانسان ده في المكان الامكنه دول اللي قلت لكم عليها. غالبا الانسان ده يا اما بحكم شغله يا اما هو في الوقت اللي هتتلاقي بيه هيكون في اجازه في المنطقه اللي انت بتسكني فيها، بس هو بيشتغل في مدينه بعيده، يا اما في بلد اخر يا اما في مدينه بعيده بعيده جدا من المنطقه اللي انت بتسكني فيها. الانسان ده هتتعرفوا يعني لما هتتعرفي بالانسان ده هيكون الايام التعارف قصيره، ربما اسبوع، 15 يوم، 20 يوم كحد اقصى. بعدين هيكون مصدر على انه يسافر يرجع للمكان اللي هو بيشتغل فيه او بيقطن فيه، بس هيرجع ان شاء الله ويتقدم لك. غالبا هيقدم لك هديه في عيد الحب، بس هيتقدم لك وهيرسم علاقته معك. إنسان ده إنسان كويس وإنسان يعني جاد في علاقاته، مش إنسان اللي بيقضي وقته كده وخلاص، لا. غالبا البعض منكم الإنسان ده يكون أرمل، البعض مش الكل، بما أنها قراءة عامة. الأبراج اللي هنا برج الجوزاء، برج العذراء، برج الجوزاء مرتين بيخرج هنا في القراءة، برج العقرب وسرطان وجدي، برج الأسد والحمل والقوس، برج الدلو. دي الأبراج اللي ظاهرة، طاقة الأبراج اللي ظاهرة هنا. بس يعني غالبا البرج بتاع الإنسان ده يا إما برج الدلو يا إما برج الجوزاء يا إما برج الحمل أو الأسد، الطاقة اللي مركزة هنا بغض النظر الأبراج اللي ذكرتهم دلوقتي. مبروك عليكم إن شاء الله. يلا نمر دلوقتي، ما تنسوناش يا جماعة الخير يعني بدعم القناة، لأن القناة بتاعنا الرئيسية قد سرقت، فمن فضلكم ادعموا القناة بالاشتراك والقرع على الجرس عشان تستفيدوا من اللايفات اللي بنعملها للدردشة في مواضيع مختلفة، وكمان نعمل لايفات للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم، فشكرا لكم مسبقا لدعمكم لنا. نيجي دلوقتي لأصحاب القراءة الخلفة. يلا أصحاب اللي اختاروا المسبحة الخضراء دي، أول أول حرف من اسمهم قاف سين عين تاء نون خاء ضاد غين وضاد. أولا هنشوف نصيحة ملكك الحارس، عاوز يقول لك إيه فيما يخص اللي هنشوفه دلوقتي، ما القادم لك عاطفيا، بما أنها سقطت لوحديها. ايه ده؟ ايه ده؟ بشويش بشويش عليا يا بنات، ايه ده؟ مستعجلين على ايه؟ مستعجلين على ايه يا بنات؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا والله بهزر. يلا نشوف نصيحة ملاكك الحارس بيقول لك ايه يا أصحاب الاختيار الثالث، سواء كروت لغاك لوجي، سواء المسبحة الخضراء أو أول حرف من اسمكم. هنشوف أول رسالة هيقول لكم ايه. Les photographies de tes souvenirs pardonnent ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. هنا بيقول لك انكم عندكم حاجات للذكريات القديمة، عايشين في الماضي كتير، حاولوا تخرجوا من الماضي ده، الماضي اندفن. عيب ان الواحد بنقول احنا يعني عيب ان الواحد يروح لقبر انسان ويحفر عليه ويخرجوا من القبر، مش حاجة كويسة. فالماضي كده خلاص، الماضي فات اتردم واندفن فما ترجعلوش تاني. انسى الورقة هنا، يعني ملاكك الحارس بيقول لك انسى الماضي، الماضي هو اللي معطلك على حاجات كتيرة. ليه؟ لأن الكروت دي بتأكد إنه يعني إنكم لغوتاغ، يعني في حاجات أجلت إنكم ترتبطوا أو تدخلوا في أي علاقة أو تتجوزوا، غالبا الناس اللي سنها ما فوق الأربعين سنة، في حاجة حصلت في الماضي
خليتكم يعني تتأذوا. نحاول هنا، استنوا هنساعد بكروت، هنشوف الحاجة يعني مش كلكم كانت عندكم علاقة غرامية وتأذيتوا فيها. الحذر، البعض منكم عنده مس، البعض منكم عنده مس زي ما قلت لكم، هو اللي موقف لكم اي حاجه ومش مخلي الحظ يدخل حياتكم اهو. شوفوا يعني التعطيل اللي هم سنهم من 40 سنه الى ما فوق، التعطيل ده لغوتار، التاخير سببه ايه؟ سببه انه في الماضي عمل لكم حاجه، عملت لكم حاجه مكتوبه كده، يعني سحر. السحر ده جاء عن طريق المس، والمس هو هنا. عمل ايه المس ده؟ استنوا، ابرد يعني زي ما شوف التلك كده، وقف او جمد كل حاجه في حياتكم العاطفيه او حاجه اخرى. عايشين تعساء، حزينين، عندكم حزن شديد لعدم يعني انه ما عندكمش اي حظ، لان الحظ بتاعكم جمد بسبب المس ده والسحر ده اللي اتعمل لكم من انسان خبيث او انسانه خبيثه، قطع لكم يعني كل حاجه جديده او حاجه كميله تدخل لكم في حياتكم. ده هو سبب انكم ما تجوزتوش للناس اللي سنهم من 40 سنه الى ما فوق. فحاولوا تنزعوا السحر ده عشان تحققوا يعني الاهداف بتاعكم، لانكم اذا ما نزعتمش السحر ده، ولغالب يعني اصحاب القراءه دي اذا ما نزع اذا ما عرفتمش تخرجوا من الحاجه اللي مأخراكم على الدخول في علاقه، زي من الناس اللي هم قاعدين عايشين في افكار الماضي لي سوفونير دو باسي، يعني يا رب سامحوني انا بتكلم فرنساوي كتير وبتكلم مصري يعني، وانا جزائريه يعني بصعب لي، يصعب لي اني الكلمه الصح عشان اعبر على الحاجه اللي شايفاها بالكروت. فهنا بتسترجع يعني لي سوفونير، الافكار الماضي يعني الحاجات اللي عشتوها في الماضي، بتستحضروها دايما وعايشين في الماضي، مش عاوزين تنسوا الماضي، مش عاوزين تخرجوا من الماضي، هو اللي معطلكم ومأخر لكم ويعني مخليكم كده لاستيغيليتي، يعني العقم، مخلي حياتكم عقم، مفيش حد يدخل. حاولوا تخرجوا من افكار الماضي دي وذكريات ذكريات الماضي، اخرجوا منها. ما فيش حد ما تأذاش، وما فيش حد ما حصلتوش حاجة، وما فيش حد ما معاش قصة حب مؤلمة وكده وكده، بس كل حاجة لكل بداية نهاية. إذا ما عملتوش نهاية لحاجة كانت مأثرة فيكم في حياتكم وخليها عقم، فما تقدروش تتقدموا، مش هتقدروا تتحصلوا على ده. لغيوسيت يعني النجاح، إنه في حد يدخل في حياتكم. حاولوا تخرجوا من العقم ده اللي حطيتوه في حياتكم للناس اللي هي ما عندهاش سحر، يعني ما عاد الناس اللي اتكلمت عليها من قبل. حاولوا تخرجوا من ده عشان تتحصلوا على ده. دي رسالة من ملككم الحارس. أوكي، دي رسالة. طب الكروت هتقول لنا إيه في الناس الآخرين اللي عايشة حياتها كويس، أو يعني لكلكم، هل في حد هيدخل حياتك في حياتك هيدخل حياتك ان شاء الله في الثلاث اشهر القادمه؟ وطاقه الفيديو ده ثلاث اشهر من وقت ما شفت الفيديو، مش شرط يعني تاريخ اللي خرج او نزل فيه الفيديو، اي وقت وقعت على الفيديو ده احسب ثلاث اشهر من الوقت اللي شفت فيه الفيديو ده. يلا اول ورقه، ما القادم في حياتك؟ لا لا لا، ابراج ناريه، حمل، أسد، وقوس. لا، في حاجات كويسة جاية لكم. غالبا الإنسان ده أو الإنسانة دي اللي داخلة حياتكم طاقته طاقة نارية، برج أسد، حمل أو قوس. سبحان الله، برج الميزان مرتين، شايفين؟ الكروت هنا بتقول ايه؟
أصحاب القراءة هنا عاوزين رجوع لشخص من الماضي، وانتم في حالة مراقبة بتستنوا. غالبا انتم انفصلتم مؤخرا، عاوزين تستنوا، عاوزين تشوفوا إذا كان فيه يعني خطوة من الإنسان ده اللي سابكم من الماضي. انتم زي القط ده بتراقبوا بتستنوا. ربما كانت العلاقة في الأول شياجة كده، زي ما نشوف النار هنا، كان بيتكلم معاكم يعني بطريقة غرامية، بالحب والحنان والرسائل الغرامية، أيوة حبيبتي بيكلمك هالساعة 11 بالليل، أيوة حبيبتي أنت مراتي وأنت حلالي ومش عارفة إيه. يعني مرة واحدة كل حاجة اتوقفت، فأصبحتم أنتم في حيرة مش عارفين تعملوا إيه. ليه الإنسان ده تصرف بالطريقة دي؟ ليه سابكم؟ للبعض سابكم وخطب، عمل لكم بلوك وخطب، سمعتوا انه خطب. غالبا توصلتم في مواقع التواصل الاجتماعي على انكم شفتوا ان الانسان ده اللي كنتم معاه دخل في علاقة اخرى او خطب او يتجوز، ودلوقتي قلبكم انتم يعني مقهور على الحكاية دي. ده للبعض منكم، بس البعض الاخر في حد هيدخل لحياتكم، مش الكل، مش الكل. هنا في 20% منكم بس، لأن زي ما قلت لكم في القراءة يعني رسالة ملاككم الحارس، البعض مصاب بسحر يجب أنه ينزعه. البعض الآخر مش عاوز يعني يقطع صلته بالماضي، عايش في ذكريات الماضي. فالبعض الآخر اللي تبقى، أنتم حيدخل في حياتكم إنسان، غالبا الإنسان ده شوفوا هنا كرت العمل، الخديعة. إنسان هيجي لكم بوشين، إنسان عنده وشين. غالبا الإنسان ده يا إما بيشتغل عندكم أو هتتلاقوا معاه بحكم شغلكم، يا إما هتتلاقوا معاه وانتم في الطريق رايحين للشغل أو رايحين لأي متجر أو حاجة زي كده. الإنسان ده إنسان مخادع، يعني خذوا حذركم، هيدخل حياتكم اتنين من الناس، واحد أجنبي يعني مش من الضيعة بتاعتكم، مش من المحافظة بتاعتكم، مش من البلد بتاعكم تقريبا، بس هو إنسان كويس، وحتحيروا ما بين الاتنين دول، لأن غالبا استنوا نشوف هنا أهو جاب المقلوب، يعني كده الإجهاض، الكارت ده إجهاض، يعني إنسان مش كويس، خذوا بالكم منه. الحذر مرة تانية، هو الإنسان ده بتاع ستات، يعني متجوز عنده علاقات. برج الأسد، ردوا بالكم. برج ناري، برج الأسد حيكون يعني مواصفاته على إن هو إنسان يعني بيسترجل كده، زي ما نقول احنا في الجزائر والجزائريين اللي بيتفرجوا، واش يا اخو صعبة، يا اخو واش صعبي صعبة يتركي معك، يعني بيتكلم بالطريقة دي، يعني ايوة يا عم ده انت مع المعلم، ده انت مع العمدة زي ما يقولوا المصريين، يعني بيتكلم برجولة كده، هتعرفوا انه هو، فيعني سيبكم منه، انسان مش كويس. طب التاني حاجة كويسة، كارت برج الدلو وبرج النجمة، يعني شوفوا الذهب والبيراميد كده، الهرم الصاعد كده والنجمة دي، تؤكد ان التاني ده اللي برجه هوائي، جوزاء دلو او ميزان، حيكون يعني شوفوا سبحان الله، كان الميزان هنا مرتين وهنا يعني بدون ما استبق القراءة، فخرج يعني ابراج هوائية هنا، أخلطت الكروت قدامكم، خرج برج الدلو اللي هو برج هوائي، وبرج الميزان كمان برج هوائي، فاختاروا هنا الكروت بتأكد لكم إن البرج يعني الثاني اللي برجه هوائي، برج الميزان، برج الدلو، وبرج البرج الثاني الجوزاء، برج الدلو وبرج الميزان، دي الأبراج بتاع الطرف الثاني ده، الإنسان الثاني اللي هيدخل حياتكم، عشان أنتم لما هيدخلوا الناس يعني دول الاثنين في حياتكم، هيكون قلبكم مقسوم بين اثنين، تكونوا في حيرة، يعني مين اللي في الاثنين اللي هتختاروا. فالكروت هنا بتأكد لكم أن الطرف الأول، عفوا، أن الطرف الأول اللي اتكلمنا عليه
ان الطرف الاول ده انسان مخادع، بحب الستات، مخادعه، اجهاض، يعني علاقه، عاوز علاقه جنسيه كده ويمر، فبيخطط لكم دايما، بيخطط دايما ازاي يعني هيكون السيناريو اللي هيقتبسه عشان يدخل في علاقه مع ست عشان ياخد منها حاجه اللي هو عاوزها ويهرب، يعني اجهاض، يعني ما فيش علاقه مش مطوله. والانسان ده اديت لكم مواصفاته فردوا بالكم منه. والإنسان التاني ده برجه، برج هوائي، بيؤكد إنه برجه ميزان، دلو أو جوزاء عشان تعرفوه أو تعرفوها، فردوا بالكم سواء رجال أو ستات. إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو، أرجو أن الفيديو ده عجبكم. ما تنسوش يا جماعة الخير بدعم القناة بالاشتراك والقر على الجرس، لأن القناة بتاعنا الرئيسية قد سرقت، فادعمونا من فضلكم، قولونا في التعليقات المواضيع اللي انتم عاوزيننا نعمل عليها فيديوهات مقبلة إن شاء الله. شكرا لكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.